إذن مشاهدينا للحديث عن هذا الموضوع معي أو يلتحق بي عبر خدمة سكايب الدكتور طبيب العام المختص في الصحة العمومية من ولاية عين دفلة دكتور محمد كواش. صباح الخير دكتور. صباح الخير أخي رياض، تحية لك وتحية لكل متابعينا ولطاقم النهار العمل اليوم. صباحك سعيد ونتمنى تكون بخير في هذه الصبيحة. الحمد لله، شكرا لك، بارك الله فيك. إذن شكرا لك دكتور. إذن دكتور 675 يعني رقم هو الأعلى منذ بدء انتشار هذه الجائحة في الجزائر. رانا نشوفه في كل مرة ارتفاع في الأرقام في أعداد الإصابات، مرات يعني وإن كانت ربما نشوفوها تهبط مرة مرة ترتفع، لكن الأرقام في الارتفاع. يعني كنا نحكيه على أرقام صغيرة، الآن أصبحنا يعني في أرقام كبيرة مع تسجيل 12 وفاة. قراءتك لهذا الرقم؟ أكيد أخي رياض، شكرا، سؤالك مهم جدا، ونحن الآن في فترة مهمة جدا، فترة الصيف، وللأسف الأرقام أو منحنى كوفيد 19 منحنى الإصابات يرتفع بشكل مخيف جدا، وكل وهو ليس بشكل مفاجئ، وهو تحت حاصل مجموعة من العوامل. أخي رياض، دعني أصف لك تحليل الأرقام. 675 إصابة، المعدلات في هذه الأيام أو معدل الإصابة في الجزائر حوالي 600 إصابة كل يوم، بمعدل 25 إصابة كل ساعة. عندنا 25 إصابة كل ساعة، عندنا إصابة كل 6 دقائق. إذا قلنا 600 إصابة كل يوم، إذا نتخيل الجزائر إذا كنا فيها 42 مليون جزائري، كم نحتاج إلى مدة لتصاب كل أفراد المجتمع الجزائري؟ وهنا الخطورة. إذا ربما السؤال اللي يطرح نفسه، لماذا هذا الارتفاع؟ لماذا هذا المنحنى المتزايد والباقي مستقر في 600 وكذا؟ نقول أنه راجع وهو تحت الحاصل مجموعة من العوامل. دعني أصف لك الصورة بشكل أوضح. تخيل أخي رياض، شخص أو عائلة نظمت مناسبة فيها، تخيل العدد اللي نقوله أقل تجمع هو 600 ضيف، 300 شخص تجمعوا في مكان. تخيل إذا تكلمنا على 20 شخص تحصلوا على العدوى، من ذوك 20 كل واحد فيهم راح للبيت تاعه، أكيد راح ينقل العدوى لكل 5 أشخاص كأقل. إذا نقول الأشياء اللي أنا نسجلها والأرقام المسجلة راجعة للاستهتار اللي كان وقع في الأيام السابقة. دكتور، مع الارتفاع الكبير لدرجات أو عفوا لعدد الإصابات، نشوفوا أيضا أنه في خرق لإجراءات الوقاية. شفنا هنالك ربما حجر منزلي مرتبط بتوقيت معين، لكن نشوفوا أنه في أشخاص مثلا نلقاو مثلا الحجر المنزلي يبدأ من 8 مساء، نشوفوا أنه بعد 8 أعداد كبيرة خارج البيوت وفي الشوارع وبعض المحلات ربما مفتوحة. برأيك يعني هذا الارتفاع دائما هو مرتبط بهذا الخرق ربما لإجراءات الوقاية، وكيف تقرأ أنت هذا السلوك؟ يعني نشوفه أنه ارتفاع كبير في عدد الإصابات، لكن قابله في نفس الوقت أيضا خرق لإجراءات الحجر الصحي. هل المواطن يتعمد خلينا نقول الحاق الاذى بنفسه لهذه الدرجه وصلنا يعني؟ نعم، حقيقه نقول يعني للاسف نقول الدول الجزائريه وضعت مجموعه من التدابير الامنيه المرتبطه بالوقايه من كوفيد 19، لكن للاسف نلقى تعامل سلبي واستجابه سلبيه لتلك المقاييس الوقائيه اللي ربما زادت وساهمت في ارتفاع كبير في عدد الاصابات. وربما حتى نوضح للساده المشاهدين، فيه مقاربه بين الاصابات بكوفيد 19 وحوادث المرور. كيف ذلك؟ نقول لك فقط ان كثير من المواطنين او المجازفين في الطرقات يظن ان حوادث المرور تصيب الاخرين، وهذا ما يحدث مع الاشخاص المجازفين ولا اللامبالين باجراءات الوقايه من كوفيد 19، يظن ان كوفيد 19 يصيب الاخرين فقط، ولكن للاسف عندما تقع الفأس في الراس تكون الخسائر كبيره جدا. الاصابات في ارتفاع معتبر، العدوى منتشره بشكل رهيب جدا، الان فيها عدوى وبؤره عائليه، يعني وتخيل اذا كانت عائله اقامت مناسبه فرح او جنازه الى اخره،
تكون الإصابات كبيرة وكبيرة جدا. هذا الاستهتار سوف يكلفنا غالي، لأن بعض الأشخاص اللي يمارسوا هذا النوع من الأنانية نقول لهم أنتم تضرون بالاقتصاد الوطني، أنتم كذلك تزيدون المعاناة على الفقراء. في كثير من الناس الآن الأعمال تاعهم متوقفة، الأنشطة التجارية تاعهم متوقفة. إذا حتى الأئمة مشكورين والعلماء الدين نبقوا النقطة مهمة جدا، وهو التحمل المسؤولية من جانب الشريعة، لأنك أنت من تنشر المرض، أنت من تنشر القتل، والاستهتار هذا شيء مخيف جدا. نذكر كذلك نقطة مهمة جدا، وأذكر نقطة مهمة جدا، نقول لك فقط في كثير من الناس الآن بين قوسين حشمانين من كوفيد 19 ومصاب ما يحبش يتكلم، ومعليش ما يحبش يتكلم، لكن ابقى في البيت مارس الحجر الصحي، لكن هو يحاول يظهر إلى الآخرين بأنه غير مصاب، وحتى ربما في أفراد في العائلة تاعه، لكن يتجول وينشر المرض بشكل رهيب جدا، وهذا ذنب أمام الله عز وجل ومسؤولية تاريخية وإنسانية وجريمة في حق الإنسانية. والمشكل هم يعني ربما نلقاو عائلات دكتور مريضة بالكوفيد 19 وما زالت تمارس حياتها يعني يومية عادي، تخرج تقضي تتبضع إلى غير ذلك، وهذا أمر كما قلت يخليك توقف أمام يعني التاريخ وأمام الله سبحانه وتعالى. دكتور أيضا عندنا فرصة مهمة أو مناسبة مهمة قادمة، اللي هي مناسبة عيد الأضحى، وشفنا أيضا أنت قدمت في أحد لقاءاتنا معك قدمت أيضا تحذيرات ونصائح في عيد الفطر، وكنت حذرت من ربما اللقاءات العائلية. مديمة هل تتوقع أنه وشفنا أنه المواطنين ملتزموش، وكان اللي حتى قام بزيارات وتبادلوا أطباق الحلوى إلى غير ذلك مثل التحذيرات اللي كنت قمت بها أنت، لكن نشوف أنه اللاوعي في ارتفاع، خرق الحجر المنزلي أيضا ملموس ونشوفه فيه. هل ترى أنه حيكون هنالك خرق لإجراءات الوقاية بالتزامن مع عيد الأضحى؟ أكيد. نقول لك فقط نحن كما ذكرنا في البداية 675 إصابة في البارحة فقط، وكما قلت الإحصائيات أو الأرقام هذه هي تحت الحافل للاستهتار واللامبالاة. إذن ويوم العيد أيام العيد الأضحى المبارك سوف تكون أيام خطيرة جدا إذا كان هناك استهتار وزيارة. أنا ننصح ربما نوجه رسالة إلى تحمل المسؤولية، مش وقت التوعية والتحديث، هنا يأتي وقت تحمل المسؤولية حتى للعائلات. نقول لكم لا تستقبلون، لا تستقبلون، لأن الفترة حساسة وحساسة جدا، لأن كثير من الناس ربما غير مؤمنين بكوفيد 19 سوف ينقلون الوباء، سوف ينقلون الوباء إلى العائلات، وما في من يخالف إجراءات الحجر الصحي وفي أيام العيد، وما يتنقل لولايات أخرى أو إلى أسر أخرى، وكما قلنا للأسف اللامبالاة هذه راح تكلفنا أشياء أمور غالية جدا. نقول لك نستقبل، والله شيء مؤسف، نستقبل شخص مصاب بكوفيد 19 يجي في السيارة مع الأقارب تاعو ولا واحد يدير الكمامة. إذا إلى متى هذا الاستهتار؟ وأيام العيد هما تكون فرصة للمبالاة. ونذكرت في من خلال قناة النهار اللي مشكورة على تواصلها معنا وإتاحتنا هذه الفرصة للحديث مع المواطن وتوجيه النصائح، تكلمت بأن في أيام عيد الأضحى المبارك هناك مجموعة من الإجراءات الوقائية كتعقيم وسائل الذبح والسرف إلى آخره، وتجنب نقطة مهمة جدا نوجهها، تجنب نفخ الأضحية عن طريق الفم، وهذا أمر خطير جدا، ولكن نستعمل الآلات الوسائل الميكانيكية أو الكهربائية، وكذلك نستعين أو أستعين بشخص اللي يذبح لي الأضحية تاعي يكون من الأشخاص الموثوقين اللي ربما نعرفوا باللي ما فيش كوفيد 19 ولا ماهوش من أسرة ولا من منطقة اللي فيها كوفيد 19، نعرفوا باللي بؤرة عائلية، هذا يجنبنا. عيد الأضحى ربما قلت سوف يكون نقطة تحول في المجتمع الجزائري، سوف إما أن يكون بداية انخفاض المنحنى، أو أظن بأن إذا استمرنا في الاستهتار سوف وهذا ما نتمناه سوف يكون انطلاقة أخرى لإصابة أكثر بكوفيد 19. خاصة الدكتور إنه نعرف إنه أضحية العيد تلم كثير من الأفراد وتلم كثير من الأشخاص، نشوف إنه خلال أضحية العيد هنالك مآدب للغداء، مآدب للعشاء، شوفوا حتى الشباب يقوم ب خلينا نقولوا برحلات ربما استجمام في الغابات ويتلاقوا أكثر، والتجمعات إلى غير ذلك لإقامة الشواء، يعني تجمعات هذه ربما هي اللي تزيد من خطر الإصابة. نعم والله تزيد من نسبة الإصابة، والتجمعات كما قلت
وحتى ربما نوجه نداء الى الشباب كما قلت، الناس ربما تستهتر لكن عندما تقع الفأس في الرأس لا ينفع الندم، لا ينفع البكاء. نستقبل أخي رياض يوميا، الله يصدقني يوميا، أمهات نساء عجزة مصابين بكوفيد 19، زوجات يقول لي لكن أمي لم تخرج من البيت، بقت في البيت، زوجتي لم تخرج من البيت، بنتي لم تخرج من البيت. نقول له أنتم من حضرتم الكوفيد 19 إلى البيت، وأنتم من سببتم الآلام والمعاناة إلى الأسر تاعكم. قلت الآن الفترة القادمة هي فترة تحمل المسؤولية ورفع التحدي. نحن الآن أمام نقطة تحول تاريخية، لأن ما نكونوش أنانيين، عايزين نوجه نداء، ما نكونوش أنانيين. فيه الآن الفقر يزيد، فيه المعاناة تزيد، والألام التي تسببها أو يسببها كوفيد 19 تكون ألم شديدة جدا ومعاناة شديدة جدا، وربما حتى من جانب الاقتصادي في أسر ما عندهاش السكانر، يكلف أموال باهظة، التحاليل الطبية، نقل المرض إلى المستشفى، الضغط على المستشفيات. إذا الآن ربما دعوة إلى كل مواطنين الجزائر، إلى كل الجزائر، إلى كل العالم، للالتزام بشروط اللقاح من كوفيد 19 حتى تعود الحياة إلى مجراها أو مجراها العادي اللي كنا وما نكرهها في البداية، لكن أن أصبحنا نحلم ونتمنى أن نعود إلى الأيام التي كنا نعيشها حتى لو كانت في نظرنا ليست جميلة. دكتور في الأخير فقط، يعني هنالك بعض الظاهر، واحدة الظاهرة شفناها يا دكتور، أنه لما تتحدث مع شخص تقول له مثلا احذر العدوى تنتقل ليك تاع كوفيد، او ربما احذر بالك تمرض راك كذا الى غير ذلك، يقول لك رانا نستناو في اللقاح. دكتور الناس اللي راهي تلقى دوك قضيه اللقاح ذريعه، يعني باش يقول لك يلا خليني نعيش بحريه واللقاح راه من بعد يجي. والله بارك الله فيك اخي، سؤال مهم جدا. قلت لقاح الفاكسيناسيون هو التلقيح ضد كوفيد 19 وليس علاج لكوفيد 19، لازم نفرقوا. هو ليس دواء، هو نمنحه للاشخاص اللي ما فيهمش كوفيد 19 باش اذا جاهم كوفيد 19 يلقى عندهم مناعه واستجابه جيده للوقايه او لعدم باش ما يتضروش من كوفيد 19، وليس علاج لكوفيد 19. كذلك نقول ان المخابر الان العالميه هناك تجتهد، هناك منافسه عالميه ومنافسه رهيبه جدا للحصول على اللقاح في الوقت السريع حتى يكون هناك تسويق تجاري الى اخره وانقاذ البشريه، وحتى يكون هناك ربما تعامل مع كثير من المخابر ونشر هذا اللقاح الى كل دول العالم. لكن نوضح ان المده الان والخبراء الان يقولوا ان المده غير كافيه لاستعمال هذا اللقاح، لان اي لقاح يحتاج الى فتره طويله ويحتاج الى متطوعين اكبر، لان الان التجارب، وحتى ربما نعطي امل للمواطن حقيقه، التجارب استعملت على حوالي 1000 متطوع، عدد 1000 متطوع يعتبر عدد قليل جدا، رغم ان النتائج والاستجابه المناعيه كانت جيده ومبشره بالخير، وحتى الاثار الجانبيه كانت قليله جدا وضعيفه، مجرد فقط حمى والام يمكن التحكم، عفوا حمى وصداع في الراس يمكن التحكم بها بالادويه البسيطه جدا التي نستعملها حتى في الكوميديكاسيون في العلاج اليومي، لكن تبقى الاعداد او المتطوعين قلال، لان الدراسات الان سوف تنقل لاستعمال حوالي 10,000 متطوع ثم 30,000 متطوع، وكذلك يجب ان يجرب هذا اللقاح ليس فقط في منطقه واحده، يجب ان يجرب في الولايات المتحده في امريكا مثلا، امريكا اللاتينيه، يجرب في اسيا، في افريقيا، لان طبيعه البشر تختلف، لان يجب ننتظر مده طويله، لان قد نتفاجأ من خلال هذا اللقاح الجديد بظهور اثار جانبيه قد تكون مضره بصحه الانسان. اذا نقول ونوضح اكثر الصوره للمشاهد الكريم، واش معنى اللقاح؟ ما هو هذا اللقاح الذي سوف يستعمل لتخفيف الاضرار من كوفيد 19؟ اللقاح الذي الان يجهز في المخابر عباره عن هندسه كوفيد 19، قاموا بتكوين كوفيد 19 بشكل مخفف، يعني كوفيد 19 اقل خطوره، تم زرعه عند المتطوعين، حقنه عند المتطوعين. ماذا يفعل هذا الكوفيد 19 المخفف اللي ماهوش خطر؟ يقوم بتنبيه جهاز المناعه وتاتي اليه الكريات البيضاء وتقضي عليه. الكريات البيضاء عندما تقضي عليه سوف تسجل المعلومات هذيك وتنقلها الى جهاز المناعه، بحيث ان الجسم يصبح جاهز لاستقبال كوفيد 19 الذي الان منتشر في العالم، وبالتالي اذا وصل للانسان سوف لن يسبب له اخطار جسديه، وهذا يدخل دائما في مناورات جسديه لتكوين
الصحة الجيدة للمواطن مثل أي مناورة يقوم بها مصالح الأمن كي تكون لمواجهة الأخطار المتوقعة. هذا هو مبدأ اللقاح. إذا نقول هذا لقاح وليس دواء. إذا يبقى دائما واجب علينا أن نلتزم بالإجراءات الوقائية من كوفيد 19 لأنه لقاح يستعمل عند غير المصابين وليس المصابين. نعم، وتبقى دكتور محمد كواش الوقاية خير من قنطار أو درهم وقاية خير من قنطار علاج. شكرا لك دكتور محمد كواش الطبيب المختص في الصحة العمومية، كنت معي عبر خدمة سكايب من ولاية عين الدفلة، تحياتنا لك وشكرا لك على طبعا قبولك الدعوة. مشاهد